مشاهدينا اهلا بكم. في اطار الحمله الوطنيه للتلقيح لتبرير الكورونا المستجد، تنهي وزاره الصحه الى علم كافه المواطنات والمواطنين انها قررت توسيع الاستفاده من عمليه التلقيح الوطنيه لتشمل الفئه العمريه المتراوحه ما بين 35 و 39 سنه، وتدعو كذلك الساكنة التي تفوق أعمارها 40 سنة والتي لم تتلقى جرعات اللقاح بعد بأن تتوجه إلى مراكز التلقيح لأخذ جرعاتها. كما تهيب وزارة الصحة بجميع الفئات المستهدفة مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني www.lqahcorona.ma للحصول على موعد ومكان التلقيح الخاص بهم. من جهة أخرى، تشدد وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام تدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس ببلادنا. إذا كيف تبعتي معنا مشاهدينا، وزارة الصحة توسع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد كوفيد 19 بحيث تبحث تشمل كذلك الناس اللي من أطراف الأعمار ديالهم من 35 سنة حتى 39 سنة، وكنعرفوا أن مراكز التلقيح مفتوحة طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الأحد. إذا من 35 فما فوق الكل، يعني الناس اللي ما خداوش اللقاح ديالهم بالنسبة 40 عام فما فوق، كذلك 35 سنة اللي عنات عليها اليوم وزارة الصحة أنهم يتوجهوا لمراكز التلقيح وياخذوا اللقاح ديالهم. ومع أنهم واقع ياخذوا اللقاح ديالهم، ضروري أنهم خصهم يلتزموا بالتدابير الاحترازية اللي وصلت بها السلطات، وهي تباعد جسدي، وضع الكمامة، وتعقيم، والاستمرار على تعقيم الأيدي. دائما كنقولوها كورونا باقا ما مشاش، كورونا مازال كتقسم، مازال كتصيب ناس. إذا نديروا اللي علينا، نمشيو نلقحوا ونديروا التدابير ديالنا اللازمة، ونتمنوا أن هذا الوباء يزول لنا في أقرب الآجال، وبالنسبة لعدم تحقوا بنا أعيد قراءة البلاغ، بحيث أنه في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، كتنهي وزارة الصحة لعلم كافة المواطنات والمواطنين أنها قررت توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية، اللي شملات الفئة العمرية المتراوحة الأعمار ديالهم بين 35 سنة و 39 سنة، وتدعو كذلك الساكنة التي يعني تجاوزات الأعمار ديالها 40 سنة فما فوق أنها تمشي دير اللقاح ديالها بالنسبة للأشخاص اللي مازال ما لقحوش. وكما تهيب وزارة الصحة بجميع الفئات المستهدفة مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير بهدف تحقيق المناعة الجماعية، وكنعرفوا أن المناعة الجماعية ما يمكنش تحقق إلا لما لقحوش ثلثي ديال الساكنة، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة للرقم المجاني 1717 أو من خلال البوابة الإلكترونية www.lqahcorona.ma للحصول على موعد ومكان التلقيح الخاص بهم. من جهة أخرى، كتشدد وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس ببلادنا. إذا مزيدا مشاهدنا من اتخاذ الحيطة والحذر، وكنعرفوا أن اللقاح واخا كناخذوا الجرعة الأولى وكناخذوا الجرعة الثانية، راه خصنا واحد المدة اللي حدوها يعني الأطباء، ما أعتقد ما خدني الذاكرة 3 أشهر عاد ممكن أن الجسم ديالنا يكون محمي من الإصابة بهذا الفيروس. كنعرفوا أن ما يمكنش تحقق المناعة الجماعية إلا أنهم يتلقحوا ثلثي ديال الساكنة، بهذا ممكن أننا نكون وصلنا للمناعة الجماعية. كنتمناو أننا نكونوا كاملين مسؤولين، كنتمنى أننا كنا نخالطوا في هذا الورش باش نحميو راسنا ونحميو وليداتنا ونحميو ولادنا. مشاهدينا، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.